الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال والكمال، عز عن الشبيه والنظير والمثال، ليس كمثله شيء فلا تضرب لله الأمثال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وبين لهم الغاية من خلقهم، فقال في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، أنا ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، ولا لجلب مصلحة، ولا لدفع مضرة، وإنما خلقتكم لتعبدوني طويلا، وتسبحوني كثيرا، وتذكروني كثيرا، وتسبحوا بحمدي بكرة وأصيلا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، النبي المصطفى والحبيب المجتبى، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته ودعوته. اللهم كما آمنا به ولم نراه، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأسقنا بيده الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الوقت الذي نقضيه معا في هذا البرنامج الطيب في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا لقاء يتجدد على هذه القناة الطيبة مع هذا البرنامج المبارك، الكلمة الطيبة. ونحن اليوم قد مر بنا نصف الشهر، انتصف رمضان، ويا ليتنا نعلم من المقبول فنهنيه، ويا ليتنا نعلم من الذي قصر فنشد على يده ونقول له: هذه أيام ينبغي لك أن تجتهد فيها وأن تتنافس فيها في الطاعة، فإنك لا تدرك هل تدرك رمضان مرة أخرى، لا تعلم هل تدرك رمضان مرة أخرى أم لا. لعلنا أنصفنا هذا الشهر، لعلنا أدينا العبادة فيه كما ينبغي، لعلنا أحسننا فيه إلى الله جل وعلا، ورجونا أن نكون من المغفور لهم ومن العتقاء في هذا الشهر الكريم. لله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، والله سبحانه وتعالى رحيم، والله حيي كريم، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ويردهما صفرا خائبتين. كن من الذين يحققون الصيام كما يريده ربنا جل وعلا، لا تبحث سريعا عن الإفطار، ولكن ابحث عن القبول عند الله جل وعلا. إذا ما ذهبت لتتداول إفطارك فلا تنسى دعاءك بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، وابحث عن مكان تصلي فيه القيام، وأنت تبحث ابحث عن مكان يجلب لك الخشوع خلف قارئ متميز تسمع آيات تحرك قلبك، ولا تبحث عن مكان ينهي الصلاة سريعا، لأنك تقف في ليالي هي أفضل ليالي الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، خاب وخسر من خرج من جنة الله التي قال عنها ربنا: عرضها السماوات والأرض، خاب وخسر من خرج من رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. إن لم يتقرب العبد من ربه في هذه الأيام فمتى يتقرب؟ إن لم نتغير ونتوب ونرجع إلى الله جل وعلا فمتى نرجع؟ هذا هو موسم الطاعة، هذا هو رمضان الذي يباهي ربنا جل وعلا بكم فيه ملائكته، وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير، فأروا الله من أنفسكم خيرا. واسأل نفسك: أين أنت من الصيام؟ هل صمت صياما حقيقيا ترجو ثوابه وأجره أمام الله جل وعلا؟ أم صمت صياما امتنعت فيه عن الطعام والشراب، ثم تركت نفسك للعرضة لكلام لا يرضي الله جل وعلا، للعرضة إلى أفعال تقدح في صيامك؟ ثم اسأل نفسك:
أين أنت من القرآن في شهر القرآن؟ إن الله جل وعلا كما كرم رمضان بأن افترض فيه الصيام كرمه بأن أنزل فيه القرآن. قال ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصيام والقرآن، إذا أحسن العبد في أدائهما، إذا أحسن العبد التعامل معهما، كان شفعاء له أمام الله جل وعلا يوم القيامة. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم عظيم، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هوله يفر الابن من أبيه، وتفر البنت من أمها، ويفر الأخ من أخيه، يبصرونهم، يرى بعضهم بعضا، ولكن يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال ربنا عن هذا اليوم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم يتمنى الإنسان أن يرى لنفسه حسنة واحدة تثقل موازينه أمام الله جل وعلا يوم القيامة، ولكن لا ينطق في يومها إلا العمل. ينظر العبد في موقفه في هذا الموقف الشديد فيرى الصيام، يجسده ربنا جل وعلا، ويرى القرآن يأتي مجسدا يتكلم. الصيام يشفع والقرآن يشفع. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، أي يقبل ربنا جل وعلا شفاعة القرآن، ويقبل شفاعة الصيام، ويشفعان للعبد، ويدخل العبد بهذه الشفاعة الجنة. لكن ليس أي صيام، إنما هو صيام تصوم فيه الجوارح عما يغضب الله جل وعلا، ويصوم فيه القلب عن الخواطر التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، ويصوم فيه وتصوم فيه العين، ويصوم فيه الإنسان صياما حقيقيا، إمساكا عن كل ما أمر الله جل وعلا بالإمساك عنه، ابتغاء مرضات الله جل وعلا، واحتسابا للأجر عند الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقرآن، قرآن يشفع، قرآن الذي هو كلام الرب تبارك وتعالى، الذي أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات بواسطة جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذكر الحكيم، وهو الكتاب المبين. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن شافع مشفع، والقرآن يأتي يوم القيامة إما شافعا للعبد وإما شاكيا من العبد. شافعا له يقول: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقبل ربنا جل وعلا شفاعته. وإما أن يكون شاكيا من العبد، يشكو بأنه هجره في الدنيا، وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي القرآن ويدافع عن العبد إذا كان العبد من أهله. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. اقرأوا الزهراوي والزهروان، سورة البقرة وسورة آل عمران. اقرأوا الزهراوي، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما أمام الله جل وعلا يوم القيامة. أي تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما سحابة تظلل رأس العبد، ويقفان ويتكلمان أمام الله جل وعلا، ويطلبان من الله جل وعلا أن يرحم العبد، ويشفعان في العبد، ويقبل ربنا جل وعلا شفاعتهما فيه. والقرآن هو طريق
العبد في الدنيا إلى السكينة وإلى الخير وإلى البركة. البيوت ربما تشتكي وتئن من كثير من المشاكل وكثير من الخلافات وكثير من النزاعات، ولو أنهم عادوا إلى الله جل وعلا، ولو أنهم تمسكوا بكتاب ربهم لحلت كثير من مشاكلهم، ولكن للأسف كثير من البيوت ربما لا يقرأ فيها كتاب الله. ربما يمر اليوم واليومان أو الأسبوع، بل ربما بعض الناس لا يلتفت إلى هذا الكتاب العزيز إلا من العام إلى العام في رمضان، بل بعضهم ربما يهجره بالكلية. البيوت خلت من البركة إذا خلت من القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع على أهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتفر منه الشياطين. أما البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق بأهله ويقل خيره وتفر منه الملائكة وتحضره الشياطين. بيتك هذا المكان الذي تعيش فيه، إذا أردت أن يكون فيه سكينة، إذا أردت أن يكون فيه بركة، إذا أردت أن يكون فيه خير، فعليك بكتاب الله جل وعلا. معنا اتصال، تفضل. تفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك، أهلا وسهلا. معك محمود أبو عمر من العبيدين. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. ازيك يا أستاذ محمود؟ في سؤال، هما سؤالين مرتبطين ببعض يا دكتور. تفضل. السؤال الأول، كفارة اليمين. أيوه. لو أطلعها فلوس أطلعها كام؟ وهل يجوز إن أنا أدفعها لحد مريض ومحتاج جدا؟ طيب ماشي. ولا لازم أوزعها؟ ماشي، أرد على سؤالك إن شاء الله. وأنت وحسين والله يا دكتور، عايزين نشوفك إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ محمود، شكرين يا حبيبي. ربنا يخليك. ماشي يا دكتور. شكرا. مع السلامة. إن شاء الله نجاوب على الأسئلة في نهاية الحلقة، نجمع الأسئلة كلها ونجاوب عليها في نهاية الحلقة. بنقول إن البيوت ربما كثرت فيها المشاكل لأنها بعدت عن كتاب الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهو يقول لهم أبشروا. أبشروا بماذا يبشر؟ إذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبشر بالجنة. قال أبشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى، يعني نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك رسول الله. قال هذا القرآن سبب أن يوصل إلى الغاية، وليست هناك غاية أغلى من الجنة. العبد لابد وأن يكون هدفه وغايته هذه العروس الغالية التي أعدها الله جل وعلا للمتقين. قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينبغي للعبد ليل نهار أن يحدث نفسه بهذه السلعة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن سبب أن يوصلكم إلى الغاية التي تنشدون، إلى الجنة. هذا القرآن سبب طرفه بيد الله جل وعلا وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أنت متخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يكلمك وأنت تقرأ القرآن؟ الله جل وعلا هو الذي يكلمك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا فتحت كتاب الله وتلوت هذا الكتاب أنت أصبحت في صلة مع الله جل وعلا، طرف الكلام بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بيدك وأنت تتكلم. فإذا كان الأمر كذلك معلوم أن التوفيق يكون حليفك، إذا كان الأمر كذلك معلوم أن الله يسدد خطاك، إذا كان الأمر كذلك معلوم أن الله جل وعلا يفتح لك الأبواب المغلقة ببركة هذا الكتاب. والمفروض الإنسان في هذا الشهر الكريم لا ينشغل بعدد الختمات. تشوف ناس كتير، أنا ختمت مرة، ختمت اثنين، أنا ختمت 10. وللأسف أصبح في ناس يتحدثون بهذا الأمر، بل ربما يكتبون على صفحاتهم أنا ختمت اليوم ختمة 5 أو الختمة 6 أو كذا. هذه الأمور ينبغي أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإخفاؤها أدعى للإخلاص. الإنسان لا يباهي ولا يفاخر بفعل الطاعات، يظهر منها ما ينبغي له أن يظهر،
ويكتم منها ما استطاع منها أن يكتم منها. لذا قال ربنا جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعما هي إذا أبديتها ليقتدي بك غيرك، أو إذا أخرجت الزكاة المفروضة فأظهرتها للناس فهذا أمر فرضه الله جل وعلا عليك. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. الحافز للإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. هؤلاء الذين يقرؤون وكل الناس الذين يسمعونك وأنت تتكلم، إذا أثنوا عليك خيرا وأنت فيما بينك وبين الله جل وعلا فاسد فلن يقربك ذلك من الله شيئا، وإن تكلموا عنك بسوء وأنت فيما بينك وبين الله صالح فهذا لن يباعد بينك وبين الله جل وعلا شيئا. والإخلاص هو نسيان رؤية الناس ودوام رؤية الله تبارك وتعالى. في ناس زي ما بقول بتبقى مشغولة بعدد الختمات، أنا عايزك تنشغل أكتر بالتدبر بالفهم. قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوقت متسع، اقرأ. لو ختمت ختمة واحدة أو ختمتان أو ثلاث في هذا الشهر وأنت تقرأ بتدبر أفضل من أن تقرأ أضعافهم وأنت لا تتدبر كتاب الله جل وعلا. وربنا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خيرا كثيرا. القرآن إذا فتحت له قلبك يؤثر فيك ويحببك في الطاعة ويقربك من الله جل وعلا. واعلم أن من سمع القرآن بآذان صاغية وقلوب حاضرة تأثر به حتى وإن كان مشركا. حدث هذا مرات ومرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها لما ذهب إليه أبو الوليد وكان من صناديد قريش، أراد أن يساوم النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته، فعرض عليه المال وعرض عليه النساء وعرض عليه الرئاسة وعرض عليه أن يأتوا له بالأطباء. وفي كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، حتى فرغ أبو الوليد من كلامه. قال له: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. قال: اسمع مني أقول لك كلمات. فقال: قل يا محمد. فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك أبو الوليد بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أستحلفك بالرحم يا محمد ألا تكمل. لماذا؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ويخشى أن ينزل عليهم صاعقة كما قالت الآيات. الشاهد: لما عاد أبو الوليد إلى قومه أول ما رأوه قالوا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. لماذا؟ لأن القرآن أثر فيه حتى وهو على الشرك، حتى وهو على الشرك إذا فتح الإنسان قلبه لابد وأن يتأثر بهذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الخالق، كلام الرب تبارك وتعالى. معنا اتصال؟
فاصل؟ طيب نطلع فاصل ونواصل إن شاء الله. حسن الخلق، الإنسانية، التعامل بين الناس. من خلال تعامله مع غير المسلمين ترى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا، كيف كان عطوفا، كيف كان رحيما، كيف كان لا يدفع بالسيئة السيئة. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا ينبغي للإنسان أن يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام. الكلمة الطيبة، الأحد في السادسة مساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير، ولازلنا نتواصل في الحديث عن كلام الله جل وعلا، عن هذا القرآن، عن هذا الدستور الذي جعله الله جل وعلا دستورا لهذه الأمة يهديهم إلى الطريق القويم. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. من أراد أن يحفظ أبناءه فعليه من الصغر أن يعلمهم كتاب الله جل وعلا، هذا أفضل ما تربي عليه أبنائك. يمكن أنا قريب جدا من الأسبوع الماضي دعيت إلى حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في قرية من قرى دسوق، قرية منية جناج، ولظروف ما يعني لم أتمكن من الحضور، وأنا من هنا أوجه لهم الشكر على هذا المجهود العظيم اللي هم بيقوموا به في تربية الأبناء على كتاب الله جل وعلا. ووجه الشكر لأخي الكريم الأستاذ ياسر عنان صاحب الدعوة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي خيرا كل من يسعى إلى تعليم هذا الكتاب الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من يعلم القرآن بعد تعلمه من خيار هذه الأمة، فقال من حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن يحفظ أبنائك، يحفظهم في الصغر ويحفظهم في الكبر، بل إن القرآن يحفظ العبد عند موته. يقال للملك إذا ذهب ليقبض روح العبد شم رأسه فيقول: أجد في رأسه رائحة القرآن. فيقال له: شم بطنه فيقول: أجد في بطنه رائحة الصيام. فيقال له: شم قدميه فيقول: أجد في قدمه رائحة القيام. فيقال: عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ الله، احفظ أوامره فافعلها، واحفظ نواهيه تجتنبها، واحفظ حدوده فلا تتعداها. هذا معنى احفظ الله. يحفظك، أي يحفظك في حياتك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، يحفظك في أبنائك، ويحفظك عند وفاتك، ويحفظك في قبرك، ويحفظك يوم العرض عليه. قال عبد الله بن عباس في تفسير عجيب لقول الله جل وعلا في سورة التين، ربنا يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال في تفسير عجيب لقوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى أرذل العمر، المرحلة التي قال عنها ربنا جل وعلا: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أهل القرآن يحفظهم ربنا جل وعلا من أن يكونوا في مثل هذه المرحلة. معنا اتصال. أستاذ ياسر تفضل. أيوة سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ياسر عنان. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا حبيبي، ازاي حالك؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمة. انا يعني حبيت اشكركم على المجهود الكبير اللي انتوا عملتوه، وانت تعلم الظروف اللي منعتني عن حضور الاحتفال، لكن انا تابعت على الفيسبوك وعارف مجهودكم، واسال ربنا سبحانه وتعالى كل القائمين على تحفيظ ابنائنا كتاب الله جل وعلا، اسال لهم التوفيق والسداد، وان يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم امين يا رب، جعلنا الله واياكم قدام لكتاب الله. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. لو تحب تتكلم عن التجربه بتاعتكم في عجاله سريعه اتفضل. الله يبارك في حضرتك. احنا والله كان عندنا شيخ فاضل توفاه الله، كان حاصل على الدكتوراه، كان متولي تحفيظ القران في القريه. الله يرحمه. الله يبارك فيه، الله يديك الصحه. فالموضوع كان اسمه ايه الدكتور تخليدا اللي اسمه علي عمر. الشيخ علي عمر. علي عمر. نعم. أيوه. الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل توفاه الله. كان حاصل على الدكتوراه، يعني كان امام وخطيب وحصل على الدكتوراه. فكان مهتم بكتاب الله وتحفيظ كتاب الله في البلد. نعم. وبعد وفاته كان النجم خفت شويه، وبعد كده جدد مشايخنا الشباب الصغار الموجودين، يعني اللهم صل على النبي، ربنا يبارك فيهم، عليه الصلاه والسلام، جددوا العهد في تحفيظ القران. معلوم. احنا من في الرعايه الدينيه والثقافيه من الجناء، من باب التشجيع والتحفيز ابتدينا يعني تكريم حفظ كتاب الله. نعم. ده اقل شيء يقدم ليهم تحفيزا ليهم وتشجيعا ليهم، وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم خير، وان شاء الله كل ده يكون في ميزان حسناتكم يوم القيامه. الله يبارك في حضرتك. شكرا يا حبيبي على المداخله، وشكرا على الاتصال، وتقبل الله منا ومنكم. كتاب الله جل وعلا هو الذي يحفظ العبد، يحفظه في حياته، يحفظه عند موته، يحفظه اذا لقي ربه جل وعلا، ويحفظه في قبره. معلوم أهل القبلة يؤمنون بأن في القبر سؤال ملكان يخرجان للعبد بعدما يغلق عليه قبره، يسألانه من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيك. في رواية جميلة جدا نتكلم عنها بعد الاتصال. تفضل. تفضل يا أم عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. لو سمحت كان عندي حضرتك سؤال. اتفضلي. المرأة الحامل حكمها ايه ان هي تصلي وهي قاعدة؟ طيب ماشي، اجاوب على حضرتك ان شاء الله. ماشي، شكرا. بقول لحضرتكم في رواية، في حديث عن سؤال القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن العبد إذا سئل في قبره من ربك وكان مؤمنا طائعا يقول ربي الله، وما دينك؟ ديني الإسلام. وما قولك في الرجل الذي بعثت فيه؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا به وصدقناه. فيسأل وما علمك بذلك؟ أنت عرفت منين؟ فيقول قرأت القرآن وآمنت بما فيه، وكلام الله جل وعلا صدق وحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الشاهد في هذه الرواية أن العبد إذا سئل في قبره كيف علمت أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا آمنت بالله، ولماذا آمنت بدين الإسلام، فيكون جوابه أنه قرأ كتاب الله في الدنيا وآمن به، فضلا عن الأجر العظيم الذي يحصله العبد من الحسنات في قراءة كتاب الله جل وعلا. ألف لام ميم يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف حرف ولام حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف ربنا جل وعلا لمن يشاء. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا استاذة منى. اولا كل سنة وحضرتك طيب، وبشكر حضرتك على الكلام العظيم اللي سيادتك بتنبه عليه ده. ربنا يخليك وحضرتك طيبة، شكرا. بس ليا سؤال عند سيادتك، يعني احنا
أثناء حصة التربية الإسلامية الأولاد ما بيستجيبوش للقرآن ولا للحصة أبدا، وبدأوا بالطريقة يعني مخلة لدرجة إن احنا بنتعجب إزاي الطلبة دي وصلت للمستوى المنحدر ده. حضرتك وبلاقيش إلا اتنين تلاتة اللي هم من أهل القرى فعلا، هم اللي بيقعدوا محترمين ويستمعوا لحصة التربية الإسلامية اللي هي كنا بنتشوق ليها أيام ما كنا في سنهم. هو أولا احنا في العصر ده أولا واضح واضح إن حضرتك من الصعيد صح؟ نعم. حضرتك من الصعيد؟ أنا من الفيوم. من الفيوم. طيب حضرتك محفظة ولا مدرسة؟ أنا مدرسة لغة عربية وتربية إسلامية. تمام. هو شوفي حضرتك يمكن توجه الأولاد يعني اللي احنا بيدينا حتى نجدهم بعد صلاة الفجر كده والناس صايمة يدوروا في الشوارع ويعملوا مشاكل. هو التوجيه ما يكونش للأولاد بصراحة في السن ده، المفروض التوجيه يكون لأولياء الأمور. ويمكن لأن مادة التربية الإسلامية مادة دلوقتي في المدارس ما هياش مادة مجموع، فكتير من الناس بيستهين بيها. وأنا كان في عندنا الأسبوع الماضي ملتقى شبابي بين وزارة الأوقاف وبين وزارة الشباب والرياضة، وأنا كنت ممثل لوزارة الأوقاف. كان من ضمن التوصيات اللي وصيت بيها أن نبدأ نغير المناهج التعليمية بما يتناسب مع الواقع اللي احنا عايشين فيه، وأولى الأولويات أن احنا يكون عندنا مادة تدرس الأخلاق، مادة تدرس الدين، ويكون فعلا فيها اهتمام ويكون فيها ثمرة طيبة لأبنائنا يعرفوا يتعاملوا فيها من خلالها مع الناس. ازاي يتعامل مع والده مع والدته، ازاي يتعامل مع أصدقائه، ازاي يتعامل مع الناس في الشارع من خلال الأخلاق التي يدعو إليها دين الإسلام. ربنا يعينك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ده في ميزان حسناتك، واصبري على الأولاد، أنت في السن ده أنت ليهم قدوة، وربنا سبحانه وتعالى يعينك على المسؤولية. معنا اتصال، تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، ربنا يخليك. مع حضرتك محمد يوسف عبد اللطيف من كابتن الشيخ. يا أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذ محمد؟ ازي صحتك؟ أيوة أستاذ محمد معاك. يعني أنا والله من الناس اللي شرفت بحضرتك يا فندم في الفترة الأخيرة دي. الشرف لي يا حبيبي. أسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في حضرتك ويجعلك كده دايما أمين وإياكم في سبيل الدعوة، دايما مرشد لكل الإخوان المسلمين في كل أنحاء مصر يعني. أسأل الله أن يستخدمنا ولا يستبدلنا. أنا بس ليه طلب بسيط والله بعد إذن حضرتك. تفضل تفضل. انا عايزك بس يعني تدعو الله عز وجل ان هو يبارك في اولادي. انا عندي ولدين، ربنا يبارك فيهم بس ويحفظوا كتاب الكريم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلهم من اهل القران، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وان يبتهم نباتا طيبا، وابناءنا وابناء المسلمين جميعا، انه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا يا استاذ محمد. احنا معانا السؤال الاول، سؤال الاستاذ محمود بيسأل عن كفارة اليمين. وكفارة اليمين بعض الناس يخطئ في إخراجها. كفارة اليمين ليست على التخيير وإنما هي على الترتيب. يعني تلاقي ناس بتروح إيه لما يكون عليه كفارة يمين يروح يصوم 3 أيام وهو قادر ومستطيع إن هو يطعم. لا، القادر والمستطيع إن هو يطعم لا يجوز له أن ينتقل من الإطعام إلى الصيام. اللي ينتقل من الإطعام إلى الصيام غير القادر غير المستطيع. لكن إذا كان الإنسان مستطيع يبقى يخرج كفارة اليمين. وكفارة اليمين معلوم إنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكن غالب الناس بما يتناسب مع الحال في هذه الأيام هو يخرج الكفارة إطعام. الشق الثاني من السؤال، هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين؟ والله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أجازت دار الإفتاء وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة إذا كان في ذلك منفعة للفقير، استنادا لرأي ابن تيمية واستنادا لرأي أبي حنيفة، فكلاهما أجاز إخراج القيمة في كفارة اليمين إذا كان في ذلك مصلحة للفقير. ناخذ اتصال الأستاذ محمد،
تفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. ماشي، انقطع الاتصال. السؤال الثاني بتاع الاخت ام عماد بتسال: المراه الحامل هل يجوز لها تصلي وهي جالسه؟ العبره مش بالحمل او بعدمه، العبره بالقدره والاستطاعه. اذا كانت تستطيع ان تصلي وهي واقفه فلا يجوز لها ان تصلي وهي جالسه، لكن اذا كانت غير قادره على الوقوف تصلي وهي جالسه. يبقى العبره عندي ليست بحالتها من حمل او عدمه، انما العبره عندي بقدرتها، هل هي قادره على القيام او لا. وكل ما يعجز الانسان عن ادائه في الصلاه وهو قائم يستطيع له ان يؤديه وهو جالس. نعود الى كتاب الله جل وعلا، والى ما فيه من بركه، والى ما فيه من خير، والتي ينبغي لكل مسلم ان يحاول ان يحصلها في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر القران. كان اهل العلم واهل الفضل ربما يتركون دروس العلم ويتركون كل المجالس إذا دخل رمضان ويتفرغوا لكتاب الله جل وعلا، يتلونه ويتدارسونه فيما بينهم اهتماما بكتاب الله في الشهر الذي أنزله الله جل وعلا فيه. من أراد الحياة لقلبه فعليه بكتاب الله، من أراد أن يشفع له القرآن يوم القيامة فليواظب وليداوم على قراءة كتاب الله جل وعلا، وليعلم أن هذه الدنيا مهما طالت قصيرة، ومهما عشنا فيها، ومهما كان لنا فيها من مال أو جمعنا، أو مهما أدركنا فيها من منصب، أو مهما كان لنا فيها من عزوة وأهل وأحباب وأولاد، لابد لنا أن نترك ذلك كله ونرحل، ولا يبقى للعبد فيها إلا حسنة يرى أجرها وثوابها أمام الله جل وعلا يوم القيامة. اجتهدوا قدر المستطاع، خاصة ونحن قد اقتربنا على العشر، هذه العشر الأخيرة هي أفضل ليالي الدنيا. كان أهل الفضل والصلاح يعظمون من الزمان ثلاث عشرات: عشر ذي الحجة، وعشر المحرم، والعشر الأخيرة من رمضان. وليالي العشر الأخيرة من رمضان هي أفضل ليالي الدنيا كلها، لما فيها من ليلة القدر، ولما أعطى الله جل وعلا عباده فيها من ثواب في هذه الليلة. قال ربنا جل وعلا: إنا أنزلناه، أي القرآن، من السماء، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، من ألف شهر عبادة في سبيل الله جل وعلا. هذه الليلة تزيد وهي أخير وأفضل من عبادة ألف شهر في غيرها من أيام السنة. وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح، أي جبريل، فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اجتهدوا قدر المستطاع في هذه الأيام، اقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. في العشرين الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط بين نوم وعبادة، صلاة وقراءة قرآن وذكر لله جل وعلا. إذا دخل العشر أحيا ليله كله، فما كان ينام صلى الله عليه وسلم، وكان يحيي ليله التماسا لليلة القدر. من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: إذا دخل العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يحيي ليله ويشد مئزره ويوقظ أهله، يحيي ليله، لأن الليل يحيا بطاعة الله جل وعلا، ويموت كأنه كائن حي، يموت إذا كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحيي ويوقظ أهله، لأن المؤمن خيره ونفعه متعد. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا. أسأله بأن يشفي كل مريض، اللهم إن لنا مرضى فاشفهم لنا، اللهم إنا نسألك أن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما، واهد شباب المسلمين، واستر بنات المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ورد الأمة إلى دينك وكتابك وسنة نبيك ردا جميلا. أقول قولي هذا، إلى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.